عربياتك بكره فرع فيصل، شغل لسه طالع طازه من المصنع. بكره فرع فيصل، اي حد على مستوى الجمهوريه لما يجي له قطعه بالوضع ده والتفريز ده استحاله ما يكسبش مني، استحاله ما ياخدش اقول لك تعبه وجهده فيها. اقول لك القطعه دي احنا مصنعينها لك مخصوص عشان نفرحك ونراضيك بكام؟ ب 200 جنيه. بكام يا راجل؟ بكره فرع فيصل، بكره في محطه حسن محمد بنتحدى نفسنا ان احنا نوفرها. والبيضه دي بكام؟ خالص باعلى تدريس باعلى جوده بكام؟ ب 200 جنيه. مجنون 200 جنيه. ودي ربنا يكمل فرحتك على خير. بكره فرع فيصل محطه حسن محمد، بص القطعه عامله ازاي؟ بص تدريسها، تدريسها والشغل بتاعها يعدي 300 جنيه. بقول لك بكره في فرع فيصل ب 200 جنيه. بكره في محطه حسن محمد ب 200 جنيه. طب ليه ب 200 جنيه؟ هو انت سايقها؟ ما كله بيقول 400 وكله بيقول 600، احنا على قد ما بنقدر الفتره دي بنروح نشتري القماش وبنشيله على كتفنا ونروح نصنعه لك عشان نوفر لك ال 100 جنيه او ال 200 جنيه اللي المصنع بياخدها من الناس. القطعه دي احنا بنكلفها تدريس وقماش وخامات 195، وبناخد 5 جنيه مصروف عليها ونقول لك مبروك عليكي. لو استلمناها من حد تعالى هيقول لنا فعلا 300 جنيه جمله وهتاخدها مني ب 330، و 400 جنيه جمله وهتاخدها مني ب 430. لا فضل الله. بصي مشكلة كتير دي يا موجي. وصلنا ان احنا نديك القطعه دي بكام؟ ب 200 جنيه. يا لهوي ب 200 جنيه. ودي ب 200 جنيه يعني 5000. يعني 5000 يا ولدي. على رسول الله رزقك. ده بكره فين؟ واد بكره في فيصل، بكره في محطه حسن محمد، بكره عند بلوك السعاده قطعه عبايه. اقول لك ايه؟ عبايه استقبال، عبايه بيتي، عبايه تخرجي بيها ب 200 جنيه. رزق كنا عاوزه بتجهز نفسها.